الطريقة التي يحاسبنا بها طبعا الله لا غير نعرفها. معلومة. لا نسأل سؤال هنا بقى لشيخنا والدعاء ولحضرتك. احنا ده هنخش هيكون سؤال صعب. لا 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 خالص، لا ما عنديش اسئله صعبه خالص. وهم يطمعون. طيب يعني انا هطمع في ان انا اخش الجنه، طب ما انا ممكن اعمل الحاجات اللي هتخليني عندي الوسيله دي. اعملها ومالكش دعوه. شو شيخنا يقول لنا بقى الدعاء ما دام هم يعني اساتذه في الحكايه دي اكتر مني بكتير. القران بيأكد على اهل المعاصي اللي هم لما يحبوا يجوا يدخلوا الجنه هم عايزين يدخلوا الجنه طمعا طمعا فيها. ان هو اهل معصيه. يا سيدي انت عايز مثال، انت عايز لو شاب عايز يتجوز واحده وعايز ياخد بنت فلان الفلاني فلازم انت تقدم. تمام. طب لو انت ما قدمتش هتروح تاخدها؟ هتروح له تقول له انا شوف سلام. هي بنت فلان الفلاني. وانت لا معاك عربيه ولا عندك شقه ولا معاك تجيب شبكه ولا تعمل فرح. طب راح تعمل ايه؟ فهكذا. فالجنه كذلك. ولذلك فلانفسهم يمادون. لازم ثاني يعمل نفسه حاجه تانية. ولذلك في الحديث ان هو ان لا اله الا الله مفتاح الجنه. في الافلام العربي بيقبلوه العريس. لا في الافلام. بيقول لك ايه بقى؟ في لا اله الا الله مفتاح الجنه. يقول لك المفتاح له اسنان. مفيش مفتاح في العالم كله املس. يعني كل مفتاح لازم يبقى فيه درجات. لازم فيه درجات. وكل خط في المفتاح يختلف عن بقيه مفاتيح العالم. والا كان مفتاح واحد يفتح كل حاجه. فالجنه لها مفتاح. المفتاح ده بقى ايه؟ المفتاح بقى هو الذكر، هو الدعاء، هو القران، هو الصله، هو الرحمه. انت ما انتش عارف. اصل خد بالك في مفتاح بيبقى فيه خط واحد وبيفتح، وفي مفتاح فيه خطين، فيه 10، فيه 50، فيه 1000، كل مفتاح حسب الحاجه بتاعته. فانت مفتاح الجنه بتاعتك ممكن ربنا دخلك بسبب عمل واحد انت عملته في حياتك واحد. صح. الراجل الراجل سيدنا النبي قال يطلع عليكم الان رجل من اهل الجنه، يطلع لهم راجل ماسك على القبض. وبعدين راح لسيدنا عبد الله بن عمر وبات معاه 3 أيام، قال له يا اخي والله انا اتخنقت منك، ده انت لما ما بتعملش لم اراك تفعل كبير عمل، انا مش شايفك بتعمل حاجه كبيره ولا بتاع، ايه اللي انت بتعمله؟ قال له ما فيش حاجه، اللي انت شفته وصلي الصلاه في وقتها وبروح الشغل بتاعي وارجع انام، بس لما اجي انام بقى لا احمل في قلبي حقدا لاحد ولا غدا لاحد ولا بغض. هي دي قال له هو دي. انت وصلت بدي دخل الجنه بطهاره القلب. يدخل الجنه بهره، يدخل الجنه بكلب، يدخل الجنه ببر والدين، يدخل الجنه بصله رحم، يدخل الجنه بكلمه طيبه يقولها. ان من الناس وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد لا يتكلم بالكلمه، كلمه واحده من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله له بها درجات، وان العبد لا يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. فممكن كلمه واحده فعلا تدخل الناس النار، وممكن كلمه واحده تدخل الانسان الجنه. فاحنا مش عارفين. يعني انا وانا بتكلم في الاحكام انا ببقى حريص على المحافظه على الشرع طبعا، على حكم الشرع مش اكتر. ومش بتكلم في جنه ونار. انا ما اعرفش مين يدخل الجنه ومين يدخل النار في الاخر. المساله دي يعني هذا خاص بعلم الله. لكن دايما ببقى حريص ان انا اقول افضل حاجه، احافظ على الشرع من كل جوانبه. يعني انا اكتر الناس خايفين على من التقصير في حق الله سبحانه وتعالى. انا اكتر الناس اخاف من التقصير في جنب الله سبحانه وتعالى، لان لما بشوف بعض حاجات حتى في بيتي في اسلوبي في حياتي في بتاع بحس برضو انا بشعر. ده شعور داخلي ملوش علاقه بان انا كشيخ، لا انا له علاقه بان انا عندي احساس بقرب من ربنا سبحانه وتعالى. وانا اكتر واحد شاف الموت كذا مره. فانا ببقى حاسس انه هيجي في لحظه كده ويقول لي تعالى. 6 مرات مات، 6 مرات قبل كده. انا مت وصحيت حتى في برنامج بتاع دعاء. بقيت اموت ويجي ملك الموت اقول له طب هسيبني شويه اخلص البرنامج فيسيبني. مش معقول كان بيموت. بيموت يعني ايه؟ لا يعني جاله يعني الكبد مثلا مش عارف. لا لا حاجه صحيا يعني. صحيا وبعدين يقوم عادي. يعني ياتي المرض حتى يصل بك لحد لان يقال ان هذا لا فائده منه. خلاص بيشطب. ثم الله سبحانه وتعالى يحييك من جديد وتعود من تاني. هذه مسائل انت بتشوفها في الحقيقة. فلما تيجي تتعامل تطلع بقى في الحياة فتبقى أنت حريص. أنا قبل كل خطبة، وده سر نجاح الخطب والدروس والمحاضرات والحلقات وكل حاجة، ركعتين اتنين بصليهم بنية الافتقار. بقول يا رب أنا مفتقر. أنا رايح عند الأستاذ محمود سعد بنية الافتقار إلى الله. رايح هنا مثلا جاي بصلي ركعتين أقول أنا رايح لا عارف أنا هقول إيه ولا محضر حاجة ولا عارف حاجة، أنت علمني، أنت فهمني، أنت بعت لي. خطبة الجمعة قبل الصلاة بين الأذانين بصلي ركعتين بنية الافتقار، أقول له اللهم إني أسألك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر. اللهم إني أسألك يا رب أسمائك الحسنى كلها وصفاتك العليا كلها يا رب العالمين أن تسوق على لساني ما يرضيك عني، وده الأول والأهم، وما ينفعني الأول وينفع الناس.
الله يفتح عليك. فبيطلع بقى طبعا يعني انا لو ما اعرفش اقول الكلام ده كله اللهم ممكن اقول يا رب انا فقير فاغنني في الموقف ده خلص انا مش ساعدني يعني. مش عايز ماشي. جمل ربنا لا يحتاج منا الى جمل تمام. ربنا ينظر الى قلبك ويشوف قلبك بس عليك. في ايه بيقول ايه لازم تحكي يا فضيله الشيخ الدعاء قصه الدعاء لان انا بقول له انا مش بعرف الادعيه الصعبه بتاعتكم الطويله قال لي انا بدعيش بكل الادعيه دي قلت له انت بتدعيش بالادعيه قال لي لا انا بقعد اكلم ربنا كده زي ما بكلمك مباشر وقال لي انا كنت هموت في مره فروحت الكعبه قلت له يا رب انا عايز ثلاث حاجات قلت له كده انا مش عايز اموت دلوقتي ايوه عشان انا ابويا وامي وعايز اقعد معاهم شويه فما تموتنيش دلوقتي قلت له بالاسلوب ده تاني حاجه احنا ابويا وامي باعوا كتير قوي عشان يعالجوني فاتفقرنا فانا عايز اتغني انا عايز ابقى غني انا ما اقدرش اعيش فقير تالت حاجه ايه ان ربنا يوفقني اخلص كتاب الاسلام اعمل كتابي وفعلا ربنا سبحانه وتعالى طبعا بالطريقه يعني رجاء ايوه لرجال الدين كلهم اللي سامعنا وكل حد ان احنا نؤمن بنظريه حسام موافي العصفوره ايه بقى العصفوره العصفوره لها جناحين جناح الرجاء وجناح الخوف لا يمكن فالعبادات جناح يهتموا بالمعاملات والعمل صحيح صحيح في ناس كتير جدا ما بتشغلش صحيح وتلاقيه بيصلي وكل انا ما بقولش ما يصليش حاشا لله صحيح العبادات زي المعاملات بالظبط صحيح دول الجناحين اللي هنطير بيهم واحد بيشتغل كويس جدا 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 وما بيصليش زي قلته واحد بيصلي وما بيشغلش الرسول اللي دخل لقى واحد قاعد في المسجد صحيح قصه معروفه جدا بيشتغلش. فانا نفسي قوي رجال الدين يهتموا بالجناحين يعني في كتير موظفين بيروح يقبض مرتبه ولا يعمل صحيح ربنا وبعدين يعني هو مش بضيف لكن بقول حاجه كده انه هو الانسان طاير طاير فعشان تطير كويس خلي الجناحين كويسين انت طاير طاير يعني ربنا يديكوا كلكم اعمار طويله ويسعدكم لكن الانسان طاير طاير فما اجمل ان الواحد يعمل جناحين كويسين عشان يطير باطمئنان وبسعاده.